قد تكون غير ملزمة لنا كشعب يمني. احنا الشعب اليمني بنحس بنفسنا بحرية كبيرة جدا في ارجاء بلادنا، وما حدش عايز يسترق ايدنا سواء من الخارج ولا من اي مكان ثاني. مواثيق مجلس الامن او لائحة مجلس الامن تستلزم لمثل هذه القرارات الاجرائية ان يكون صادرا بموافقة جميع الاعضاء الدائمين، وامتناع روسيا في هذه الحالة يجعل من هذا القرار كأن لم يكن، وتنفيذه من قبل الدول الخليجية والسعودية واذنابها هو يعد خارج الشرعية الدولية تماما. هذا مش مجلس امن، لا يمثل الامن بصله، لان اذا انت صحيح مجلس امن اول شيء تؤمر بدول التحالف بوقف العدوان على اليمن، هذا اول حاجه، انما تحول تدمروا بلد كل حاجه عشان اشخاص هذا شيء عجيب وغريب. ممكن يخرج قرار فردي هذا شيء ثاني. اعتقد ان مجلس الامن اصبح شريكا في كل الجرائم التي تحصل في اليمن، قتل الاطفال والنساء وهدم المنشات الحيويه في اليمن، تدمير كل البنيه التحتيه في اليمن، اصبح مجلس الامن شريك في هذه الجرائم بشرعنته لهذه الجرائم، لقد شرعنا هذه الجرائم للأسف. هناك تضليل لأعضاء مجلس الأمن الذين لم يطلعوا على مجريات الأحداث في اليمن، لم يطلعوا بأن هناك حصارا شاملا من الجوي والبر والبحر، وهناك نقص في المواد الغذائية وفي الأدوية، أيضا لم ينظروا إلى الحالة الإنسانية الموجودة في اليمن، ولذلك أعتقد أن المال السعودي تحرك في هذا الجانب. إضافة إلى ذلك، إضافة أسماء جديدة إلى القائمة السابقة في اعتقادي بأنها لا تحل الأزمة في اليمن وإنما تعقدها أكثر. نستغرب كثيرا لمجلس الأمن الذي لا يعطي انتباه لهذه الدماء التي تسفك في اليمن ولهذا التجويع والجرائم التي طالت حتى من يبحثون عن لقمة العيش. قرار الأمم المتحدة طبعا لا توجد أي إسنادة قانونية. أولا المادة 51 من قرار الأمم المتحدة بحق الدفاع عن النفس في السعودية، فلم يحصل لها أي اعتداء، وهذا دليل على أنهم يسخرون القانون من أجل نوايا سيئة جدا لليمن. قرار مجلس الأمن يعني مش غريب على مجلس الأمن، فإنه مجلس الأمن بقي مفضوح لنا من زمان، من عهد الأزمة العراق.